السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ حلقة ثانية كفرات المبسوطة. اللي مو بعاجبه ما ادري ايش اقول له. الحلقة الأولى كانت طويلة وما فزت فيها، الحلقة هذه إن شاء الله بتكون قصيرة وبفوز فيها. نشوف لنا شيء ايش فيه هنا عندنا. كم هذه معطينا؟ أربعة وشيء. لاف ستوري. طيب ايش عندنا؟ ذا هوتيل. طيب خلينا نجرب هوتيل، ما ادري وش تطلع بس يلا نجربها. طيب الله يستر. خلنا نوخر الماوس من هنا نرجع. اوكي اطلع فوق السرير. اطلع يا سلام. اسف جدا. اوه مو باسف، اسف الا مو باسف والله ما ادري. اوه ايش باقي مني؟ وين انا؟ ويني؟ اوه دخلت في الاسانسير والله حركات. اوكي طقيتي. يا سلام. اوه شمعنا. اي يا اخي يا ظريف. مساج، سوينا له مساج وبعدين ايش فينا؟ اوه ان شاء الله والله غوص. بعدين هالدبة ذي طول الوقت موجودة. يلا فتحنا الباب. اوكي هذا شايب خوينا في البداية. فزنا. رقم قياسي؟ بالنسبة لي رقم قياسي. طيب نعطيها 5. اوكي نروح لنا مين منيو. قلت لكم بتصير سريعة هذه، جبنا الأولى. نشوف لنا ايش في بعد، ذا اوفيس، خلنا نشوف ايش في الاوفيس. 70 ثانية يعني دقيقة وشوي، ممتاز. اوه بالسيكل حركات. اوكي ما ينقز هنا. بال سلامات. طيب الحين شلون يطلعون؟ كأن السماعة وهقتني. شدخنا على ورا. ارجع ريوس. حلو يا سلام. ايش دعوة؟ مدينة عدل ولا لا؟ لا ايش هذا؟ طيب الظاهر انه لازم اعيدها. الحين 1 2 دوس على البنزين. بيب. ايوه ريوس. بوه صرت قطعتين. والله ما ظنيت، مو بقطعتين صرت قطع، صرنا قطع. خلاص ما ظنيت يمسك. ريستارت. شيل الماوس. هالمره بتضبط. ريوس قبل ما يخفسنا. اوه كان في اي واحد. المسكين الياهل. خلاص بعد هذا قضاء وقدر يعني تحمل. اوه يا سلام. اما عاد اوكي معلي خفيف كذا ممتاز. بعد اسوق بدون يد. يا سلام والله ضبطت. حلو. جمباز وحركات. لحظة كذا. لا. خلاص حد فنقش الحين. مرة ثانية. هالمرة بعديها. أتوقع بعديها. طيب. لا. شلون كذا. كذا صح. لا. حلو. أيوه. اوه قصينا راسي. بعد اعديها طل مرة ثانية. اخر مرة عشان ما تصير حلقة طويلة. على الاقل عديت مرحلة واحدة يعني اتوقع ان في تقدم يعني. وجع. خلاص يكفي. اتوقع المصيبة اللي سويتها يكفي خلاص.
الحلقه الجايه ان شاء الله بتكون واحده اعديها واحده لا، الظاهر خلينا نتفق على هالشيء، اعدي واحده واحده لا. على العموم كان معكم ابراهيم خليل، اشوفكم على خير. واو وجع وجع.